شيء 160 عائله. اول ما جينا كنا شيء 200 وتقريبا 40 عائله، 235 عائله. وحاليا بعد ما قسم راح منهم الى مدينه الرقه حاليا موجودين شيء 160 عائله. فاذا كل انسان بده يخرج خارج المخيم ليأمن حاجته، اول شيء في ظروف صعبه في الطلعه في الدخله. الامر الثاني يعني الرجل احيانا غالبا عم بيشتغل خارج البيت كذا، فما في يوجد احيانا من يخدم البيت الا بعض الاحيان النساء وكذا. فقدر الامكان احنا خففنا انه الناس تطلع بخارج المخيم مشان هيك ويكون ما يكون يعني مردود هالمحلات بالاخر شيء يرجع للمصلحه العامه. في دكان خضره، في دكان زماني، في لحوم، في مطعم، في البان، في فروج، في احذيه، في البسه.